مونولوج، عرض موسيقي ساحر للموسيقي والفنان الفلسطيني ابن قرية كوكب أبو الهيجة أكرم عبد الفتاح، والذي نال شهرة عالمية من خلال تجواله في الدول الأوروبية والولايات المتحدة برفقة فرقة من العازفين العالميين. عرض مونولوج وعرض موسيقي جديد الأخير تبعي، اللي هو عمليا كمان بموضوع دمج الموسيقى والحضارات. عرض اليوم اللي طبعا تعبنا عليه كثير، انه صار نجيب الموسيقيين من كل البلاد ونعمل كل الشغل، عمليا تطلب كثير جهد. معي اليوم راح يكون بالعرض 8 عازفين محليين ومن اوروبا والهند، وراح نقدم موسيقى اللي اول مره بقدمها، هي موسيقى آلاتيه كمان مع فوكال مع غناء. أقيم العرض في مركز تمر الجماهيري، وهو حلقة من سلسلة عروض تجوب المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، تطرب آذان السامعين وتثري عقولهم بلوحات موسيقية تدمج بين تقنيات الموسيقى الغربية وروح الشرق الوثابة. أفكر أنه هالعرض ما كانش بتمر عروض عن هالشكل قبل، فكمان الفنان أكرم عبد الفتاح غني عن التعريف، حبينا انه اهل طمره تتعرف عليه اكثر واكثر. طبعا احنا وانا بالذات كمان بفتخر كثير بالفنانين اللي هن من وسطنا العربي، اللي بكفي انه اكرم وصل لهيك مرحله، ومن لما انه وصل لهيك مرحله هو بيوصل لشريحه الشباب انه افتحوا، يعني البواب مفتوحه لإلكم. في جمله تقال يمكن بالانجيل: اتركوا يفتح لكم، إنه الواحد لازم يسعى للإشي اللي بده إياه، ويمكن بوقوفه هون على المسرح وبأدائه لهي الأشياء المميزة يعطيهن الجرأة. على الرغم من صغر سنه الذي لم يتعدى 28 عاماً، إلا أن نجم الفنان أكرم عبد الفتاح قد سطع في عالم النغم خارج البلاد وداخلها، كما تمكن من العزف مع كبار الفنانين بحضور وأداء استثنائي.